أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عند قوله تعالى كأنهن بيض مكنون، قال في تفسير الجلالين إن لون الحور العين بيض كلون البيض. يقول أحسن الله إليكم: في قوله تعالى كأنهن بيض مكنون، قال في تفسير الجلالين إن لون الحور العين بيض أو بياض كلون. أحسن الله إليكم. يقول إن لون الحور العين بيض كلون بيض النعام. كلون بيض النعام. بيض النعام. نعم. ما قيده الله ببيض النعام، قال كأنهن بيض مكنون ولا قيده ببيض النعام. نعم. يقول من جاب بيض النعام هذا؟ نعم.